هي منصة أحدثها الاتحاد الوطني لنساء المغرب للاستماع ودعم وتوجيه النساء والفتيات في وضعية هشة، خاصة جراء تبعات كوفيد-19 على حالتهن الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. المنصة مفتوحة 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع عن طريق خط هاتفي مباشر وعبر تطبيق ذكي يتم تحميله مجانا على الهاتف المحمول. الاعتداء بمختلف أشكاله سواء جنسي أو اقتصادي أو نفسي أو جسدي أو كذلك شفوي ممكن، أو تحرش تعرضت له ممكن، تواصل مع المنصة اللي كتشتغل طيلة أيام الأسبوع 24 ساعة على 24 ساعة. النساء المعنفات اللي كيتواصلوا مع المنصة كيتم توجيههم إما عن طريق الدعم النفسي اللي كانوا كيحتاجوه في إطار توفر المنصة على مساعدين اجتماعيين ومساعدين نفسيين اللي منتشرين على مستوى التراب الوطني، كذلك ممكن نوجهها للنيابة العامة. تعرضت البارح للعنف من طرف الزوج ديالي، ضربني وطردني من البيت الزوجية ودى لي الدراري وما عرفتش زعما شنو ندير، حتى هضرت مع الرقم ديال منصة كلنا معك 83 50 اللي كنت ديما كنسمع به في التلفازة وفي الراديو. اتصلت بهم استقبلوني مزيان سمعوا لي وهما اللي وجهوني للمحكمة الابتدائية. العديد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يقومون باستقبال الاتصالات الهاتفية لفئتين من النساء والفتيات في وضعية هشة من أجل الإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف يتعرضن له وإرشادهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية حسب الأحوال، إما النيابة العامة أو المصالح الأمن أو الدرك الملكي، خاصة الحالات التي تتطلب تدخلا استعجاليا. ملي كنهضروا على العنف الزوجي فهو لا يضرب المرأة فقط بل يضرب المجتمع ككل، لأنه يقيس حجم تفاعل المؤسسات. في هذا الإطار الخلية ديال تكفل النساء والأطفال عملت مجموعة من التدابير الاستعجالية، منها أولا إحداث منصات إلكترونية ورقمية مقتضى دورية السيد الوكيل العام الملك رقم 20 بتاريخ 30/4/2019، بموجبها يتم إرسال شكايات النساء المعنفات عن طريق يعني ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة الابتدائية وسلا وتتبع شكاية هاد الضحية. المنصة تقوم أيضا بالدعم أو التوجيه أو الإرشاد بشأن إمكانيات الشغل أو التكوين أو التكوين المهني أو خلق مقاولة أو المشاريع المدرة للدخل المتاحة محليا وجهويا.